أخبار اليوم. إذن مصر هتظل دولة رائدة مؤثرة في المنطقة ودائما إلى تقدم بإذن الله برغم كل المعوقات اللي بتقابلنا. انتخابات دائما في المرحلة الثانية بتبقى أكثر حضورا، ده المتوقع إن شاء الله. إحنا هنا بنتكلم في دائرة الساحل اللي بنتمي وبشرف بالانتماء ليها، دائرة عريقة انتخابيا كان فيها نواب سابقين وطنيين. أنا ميولي منذ الصغر، يعني ميول كان عندي دايما شغف بمعرفة أحوال البلد. منذ سنوات ليست بالقليلة انضميت لأحد الأحزاب، مارست الحياة الحزبية والسياسية. الدائرة اللي احنا واقفين دلوقتي على أرضها أنا دخلت انتخاباتها في 2010 قبل ثورة يناير 2011. كمان منطقة شبرا تحديدا اللي بشرف بالانتماء ليها كانت واحدة من الدوائر اللي كان ليها السبق في عايز أقول التوافد لميادين الثورة، وبالتالي عشان كده دايما بنقول إن المنطقة دي فيها وعي، فيها بعد قومي شديد جدا، فيها أولاد البلد اللي حاسين بكل شيء بيحدث فيها. هي أنا يعني اللي شفته خلال السنوات اللي فاتت يجعلني أتشرف بأن أنتمي لهذا الحي الأصيل وهو حي شبرا، وأتوقع إن شاء الله أن تكون واحدة من الدوائر الأكثر حضورا في محافظة القاهرة. فكرنا في تكوين قائمة حب مصر، في البعض منا فضل متمسك بالأحزاب وانضم للقائمة، وفي البعض الآخر وأنا واحد منهم فضلت أني أتجرد من الصفة الحزبية حتى أكون على مسافة واحدة من الجميع. انضمامي لقائمة في حب مصر والاستقرار عليها، أنا قدمت استقالتي بهدوء شديد جدا وتمنيت لحزبي القديم كل التوفيق، وتجردت من أي صفة حزبية لكي أعطي لنفسي كل الحرية في التعامل مع كل الأحداث. حكومة الدكتور حازم الببلاوي مرت بمصر إلى بر الأمان، أدت واجبها بكل إخلاص ووطنية، حافظت على هذا الوطن في ظل ظروف صعبة جدا. كل منا أدى واجبه خلال الشهور القليلة اللي تشرفنا فيها بقيادة البلد في هذا التوقيت، وإن كانت فترة قليلة لم تتعدى 8 شهور، إنما في الحقيقة حصل فيها استقرار في كل قطاعات الدولة. لم نستجب لأي ضغوط خارجية، تشرفنا بأن يكون عندنا حرية القرار الوطني. عشان كده أنا بسمي دي حكومة الاستقلال الوطني اللي هي بتاخد القرار دون تبعية. قدرنا نطفي تجمعات كثيرة جدا مرورا بأحداث رابعة والنهضة وكرداسة. الظروف الاقتصادية إلى حد ما أعتقدش كان في معاناة واضحة. الظروف الأمنية تحسنت يوما بعد يوم في هذه الفترة. أعتقد أن دول كانوا أهم 8 شهور في تاريخ مصر. أنا بشرف أن أنا كنت واحد من هذه الحكومة. الشعب المصري لن يرحم البرلمان القادم إذا لم يؤدي واجبه.